مبخوت وركلة الجزاء الآلي مصلحة الجزيرة. مبخوت مبخوت الله 1-0 الجزيرة يسجل في هذه القمة بتوقيع الأسطوري مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 88 يصل إلى هدفه السبعة. الكرة بتصل خطيرة داخل منطقة الجزاء الله فعلها بانياس سيعيد بانياس الحياة تعود للسماوي من جديد 1-1 نعم فعلها بانياس بعشر لاعبين في الوقت بدل الضائع ساشا يسجلون عن طريق ساشا. ممكن هذه الكرة اللي أرسلها نيكولاس خيمينيز أخفق في إبعاد دفاع الجزيرة وصلت إلى ساشا بهذه الصورة وسجل في مرمى خصيف هدف التعادل لتعود الحياة من جديد للسماوي. هذا الهدف